ريال مدريد في الحالة الدفاعية أمام الأتلتي كان بيلعب 4-4-2، وزي ما أنت شايف مفيش غير موراتا بس هو اللي يعتبر بين الخطوط، وجريزمان نزل لتحت علشان يساعد في عملية التقدم والاختراق. طب إزاي ده هيحصل؟ عن طريق تكوين مثلث مع كوكي وديبول في نص الملعب وتطبيق نمط الرجل الثالث، والاستفادة بالجاب اللي بين خط الوسط وخط الدفاع. الكرة من جريزمان لكوكي لديبول، تشاوميني هيضغط على ديبول وجريزمان بيتحرك في المساحة اللي وراه، بلمسة واحدة هتتلعب له وجريزمان اتحرك في الجاب وكده الخط الأول تم اختراقه. بتقدم جريزمان روديجر اتقدم علشان يضغط عليه، ونفس الجملة اتكررت تاني، اللاعب اللي بيتقدم في واحد بيتحرك في المساحة اللي وراه. موراتا بتحرك جميل سحب بيه ناتشو، اتنشأت مساحة خلف ناتشو. لو كان السيتي او ارسنال او ليفربول كنت هتلاقي في لاعب من نص الملعب او الوينج بيستغل المساحة دي، ولكن كون اتلتيكو مدريد فريق دفاعي ومش بيعمل زيادة عددية في الهجوم فانت لازم يكون عندك لاعب مهاري وعنده وعي بالمساحة، وجريزمان كان اللاعب ده. روديجر كان قافل ممر التمرير على موراتا، فجريزمان بحركة مهارية واحدة قرر هو اللي يروح في المساحة دي بنفسه ويسوح كل لعيبة مدريد اللي كانت بتضغط عليه. مودريتش فشل يقطع الكورة، وعقبال ما ناتشو يسيب موراتا ويروح لجريزمان تاني كان شاط الكورة وسجل هدف جميل. كان معاك محمد علاء، ما تنساش تعمل لايك وفولو وتتابعني في كل مكان. سلام.